انا بيبي كبير. صحابي كلهم بيندهولي بيبي وومن، مش نعنوعة يعني. في بقى عندي صحبات نعنيعة قوي، وياي ولا ويا ويلي لو شافوا مثلا حشرة او صرصار اللي يعملوه. انا ببيع تذاكر يا جماعة، خد فلوسك لما ييجوا نبقى نديك كارتة. كارتة شطبنا، مع السلامة، باي. انا عايزة بكون مش هقع يعني، مش هقع. عشان النادي الاهلي. خلصنا يا جماعه، خلاص. اوكي، كراكات اخر مره. احنا هننتقل لمرحله جديده دلوقتي. ورايا بتخوف دي ويومي جراي حاجة. حمادة انت فين؟ انا ماشي. الراجل بعيد. حد يقعد هنا؟ في حد يقعد هنا؟ لا لا لا. قافل ده؟ حطها لي كده. بتعمل ايه دي؟ بتروح كده كده وبتلف. بتخوف؟ بتخوف طبعا. لا لا حرام عليك. جربتوها مع الكاميرا؟ اه جربناها ثلاث غرفة. عرفها بقى غالي اللي هي بتجيب في الشقة. دي بتتشقلب؟ وداعا. يا جماعة دي متعودة على كاميرا الكرسي ده؟ احلف. هعمل ايه؟ يا ماما Thank you.
حرام عليكم. خفت قوي، مش حرام عليكم؟ انا عملت لكم ايه؟ مفيش لاعب تاني. يا خساره، خساره، خلصوا اللعب. سامع؟ يا ماما عاوز حاجه خفيفه لذيذه وسكرت. ماشي اوكي، احلف احلف، مفيش اختيارات. تعالي بس يلا. انا خايفه، مش عايزه. لا مش هطلع. ما بتخافوش ازاي؟ لا بخاف والله. تعالى معايا. يلا طيب، هي معاك. لا طيب يلا بينا. مش عايزة اتصور. ايه ده عملت ده؟ مش مقفولة. احنا فرنا ما فيها خوف. عن خفيف؟ هي ايه؟ هي الخطفة. ايه الخطفة؟ يلا خايفة؟ أبداً. أخيرك وما بيسوى. الله أكبر. الله أكبر. ما بدي. لا نزلنا؟ لا مش هطلع. لا حلفوا انه خلصنا. خلاص خلاص. يا ماما يا ماما. انا مش هاطلع بهاي. تصوروا ايه؟ بتحبي الملاهي؟ لا مش كده، بحبها كيوت اكتر. تعمل ايه يعني؟ بريئه يعني، خفيفه. هاو ار يو؟ فاين. كيفك انت؟ ما خفتي؟ شك الزيبي. لا انا خفت. خفتي من الصاروخ؟ خفت. انت جربته؟ ما خفتش؟ معانا واحد جربه سواء مرة. الملاهي قال. بخ...
خوفه ان شاء الله ناطريني. يلا لا 82000 واحد واقفين جوه القطر سنين. وده ايه رولر كوستر موجود في مصر. احلف عاطي حماده هيدا عاطي حماده بس هتخلي اغراضك معي. يلا تعال. ايه هيفا؟ انا خايفه ما خايفة أنا. ما فيها شيء خطر؟ ما فيهاش حاجة خطر؟ طب إيه اللي يخوف فيها؟ إيه اللي يخوف؟ لا لا بتتقلب يعني تشرح يعني. شرفتكم عليها. شايفة الإطبان؟ حمادة حمادة مش عاوزين. طب لما ما فيها خطر ما في ولا مرة واحد وقع؟ لا لا طبعا. مريني انا خايفة. اي تعو هنا يا جماعه. لا هاي حبيبه هيفا جيبوا لي ادم. هلو هلو يا ام سايد داون. كلميني قبل ما تطلعي. ليه وانا مش راجعه؟ كلمينا قبل وبعد. خايفه قبل وبعد. لحظه لحظه بدنا نتفق كم دقيقه؟ دقيقتين. لا كتير دقيقتين. بتودعيني يا بنت؟ طب انا مش عايزه. بتخوف اكتر من اول حاجه. ما لا لحظه كم دقيقه؟ لا حوالك بياخد التراك بس ويجي. كم مرة يعني قد ايه؟ كم قد ايه دقيقة؟ يعني نص دقيقة مفيش. احلف الله. قال لي ثلاث دقايق. لا والله نص دقيقة كتير. يعني زي الاسانسير؟ اه زي الاسانسير. اوي اوكي دار. انا زعلانة منك. هي دي الملاهي؟ هي دي الملاهي؟ مين قال انه هي دي الملاهي؟ يلا باي اللي وراك يا واد. كم دقيقة؟ نص دقيقة؟ نص بسرعة. يا رب ننزل ان شاء الله. كلنا بقى كده يا جماعة. ارجع ورا كده يا جماعة ورا كده. طب وايديا ورقبتي؟ بصي بصي هنا خلي لعبتك ورا. ايوه كده. شوفي ايدك كده بقى. عامل بجد؟ بس دي مفتوحة. هي دي الملاهي اللي بتقولوا عليها؟ هي دي الملاهي الكذابين دي رعب. I like your name. Oh, now they will go away. Oh. ماشي يا محمد دوس. رجع تاني؟ رجع تاني ان شاء الله. كده برضو؟ ايه اللي بيتفتح ده؟ باي باي. هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. في شيء ناطرنا ها؟ There is a surprise now. Yes. خايفة. خايفة؟ اه. رماشكا خايفة؟ رماشكا. الله أكبر. Thank you.
رماشكا. Now what? رماشكا. We finished? موجودة. مين بقى صاحب الفكرة دي؟ صراحة انبسطت كتير وبنفس الوقت خفت كتير، يعني ما توقعتش ان تبقى ألعاب الأطفال يعني بالخطورة دي، بس سيمز انه في الأول دخلنا على حتة مش بتاعة أطفال خالص، ما حبيتهاش كتير، يعني خفت وغمضت عيوني وكنت بقول يا رب بقى نوصل على الأرض. لما دخلت السكشن بتاع الأطفال ارتحت أنا نفسيا، حسيت أكتر بالأمان. بس بشكل عام الالتقاء المباشر أنا والناس على طبيعتي كده بيحسسني ببقى مبسوطة كتير. قضيت يوم جميل قوي مع الكروت تصوير، مع الناس، مع الأطفال، وأعتقد أنه يوم مش هنساه بسرعة، وكنت محتاجة يعني يوم أبقى كده على أعمل حاجات جديدة على طبيعتي. Thank you للبروجرام اللي سمح لي بالفرصة دي، واتمنى دايما نرجع نلتقي بأفكار تانية ولقاءات تانية مباشرة كده مع الناس. أكتر حاجة رعبتني او يعني اقل حاجه عجبتني النهارده هي اول لعبه طلعت فيها، كنت طول الوقت مغمضه عيوني وخايفه صراحه. واهضم لعبه هي اللي نضرب من نيشن على اللعب ونكسب اللعب الصغيره دي. It was very nice. ميرسي كتير، ويا رب ارجع اشوفكم قريبا. ثانك يو لكل حد اجتهد معانا النهارده. We'll be right back.